الاجتماع في الرياضة كأنه رياضة كله غلط. تضرب على فنان كبير، تضرب على السياسة سياسية، يعني هو راجل كان مليح، كان رجل كان تيقرا دائما. السيد داسوكي مصطفى الله يرحمه كان قطب من القطب في المجال الفني والساحة الفنية بارز، شخصية بارزة، بالتواضع ديالو، الكرم ديالو، الأخلاق ديالو، أعطى واحد السمعة للفن المغربي والتعريف ديالو والقيمة الشخصية ديالو الذاتية ديالو، التضحيات كانت أولى باش تعرف به. دابا الجيران ديالو كاملين كيشهدوا له بأنه كان سيد خلوق ومميز، معمرو بخلع الساحة الفنية لا خارج الوطن لا داخل الوطن. صدمة. والسيد عرفناه صديق ديال الجامع، صديق أب روحي ديال الجامع، كتبوا التاريخ، كيكتبوا الفن ديال الفن المغربي بأنه السيد واصل متمكن متواضع، مع عمره كان كيمشي عند شي مخرج يقول له بغيت ندير شي إخراج، وكان هما كيجيو عنده وهو كيشوف الموضوع شنو كاين فيه، حيت هو عنده شخصية ديالو الكرامة ديالو ما تسمحلوش يتنازل يدير شي موضوع تافه. كان كي يقدر يسمع في سيناريو كامل لا معجبوش يقدر يسمع، كيتمشى هنا كيدوز الدرب هنايا كيمشي هنايا، كان كيتمشى كيتصور مع الدراري مع الدرب كياخذ صور، ما عمره بخل على شي واحد، ما عمره قال شي واحد ما تصورش معك. حنا كنتمنوا تكون التفاته للممثلين الجيل ديالو، التفاته تكون صريحه، يشوفوا المشاكل ديالهم هذا عن قرب، ماشي تيموت الانسان والممثل، خاص من يكون في الحياه ديالو يقربوا له، وهذا هو اللي كاين. والمسرح الحي فقد شخصيه بارزه وفقد على الساحه الفنيه المغربيه ككل، ومعروف السيد بالاخلاق الساميه ديالو، ما عمره بخل على المسرح بشي اي طريقه او اخرى. مهم سيد خالوق اعطى الساحه الفنيه الكثير، الله يرحمه. والناس الجيران دابا الان ما متيقينش، مصدومين، والان مشى له عراد الليله، ما كانش نعس في الكلينيك شويه، هو كان ما غاديش تعرف بان جاو عنده الفنانين، ولا هو بحال رمضان بحال هذاك الافلام وهذاك الشيء ما كانش اختفى على الساحه هذه السنوات الاخيره، ما كانش كيعجبو هذوك السيناريوهات التافهه، ما لهذا كان هو ياخذ قرار، يقدر زعما يبقى بلا سيناريو بلا شي حاجه، الا كان عرف سيناريو فارغ بهذا المعنى. واش غادي نقول لك انا، الله يرحمه مسكين مصطفى، واحد من خيره الناس، مصطفى واحد من الناس اللي كانوا متميزين سواء في الحياه ديالو العمليه او كذلك العائليه او حتى العلاقات ديالو مع الجيران ديالو مع الناس، لان كان مستوى عالي جدا. مصطفى واحد من الفنانين اللي طبعوا التاريخ المغربي، طبعوا تاريخ الفن المغربي والفكاهه المغربيه بلون من الالوان المتميزه. يعني بصراحه انا كنت صديق ديالو كثير، وكنت افتخر انني كل نهار تنجلس انا وياه، ان مصطفى دائم الافاده، وعنده ذاكره قويه جدا سواء في المجال الرياضي او في الثقافيه وكذلك جانب المسرح. فبصراحه هو اللي كان تيشتكي هو ان يعني كان الناس تخلوا عليه، كانوا تخلوا عليه، وهذا التخلي هذا تنتمنى ان هو مصطفى الله يرحمه اليوم نتمنى ما يتخلوش على الناس وحدين اخرين، لان المسرح هو ما مديورش على واحد السن معين، ولكن مديور على كفاءه معينه، فنتمنى هذه الكفاءه تبقى توارثها الاجيال. والسي مصطفى الله يرحمه ويولي برحمه الله، انسان خير، انسان طيب، انسان اللي كان من الناس الراقين على المستوى العالي بصراحه، وانا لله وانا اليه راجعون. اسبوعين انا كنت جالس انا وياه كنا تنتكلموا على الشامبيونز ليغ، تنتكلموا على الكره، تكلمنا على كثير من الاشياء، وانا من الناس اللي كانوا مفضلين عنده، كنت عزيز عليه، لان تنجلس انا وياه تنبقوا نهضروا على الكره ونجبدوا الرجاء الوداد هذه الانديه، فبالتالي هو كان ملم جدا. كل ما تتكلم على المسرح وعلى الفن الا وكان هو تتحس بانه كان يعاتب الاخرين في صمت، يعاتبهم في صمت، لان واحد اللحظه من اللحظات تخلوا عليه بزاف ديال الناس، بقى واحد مجموعه من الناس بحال حسن فلان وبعض الاخوان اللي كانوا هنا قراب ساكنين حدانا هما اللي تيجلسوا معاه ويتعاملوا معاه ويهضروا معاه. اكيد دابا حنا تنهيو الصلاحيه اللي ما بغينا وتنعطيو لما بغينا، اما هو كان مدرسه، كان من المفروض اننا حنا نديرو مدرسه ديال الرواد وناخذوا هاد الرواد ديالنا ويعطيونا ثقافه ديالهم وكيفاش ضحكونا، يعني انت راه صعيب باش تضحك مغربي،
صعيب باش تضحك مغربي، وصعيب باش انك انت تكلم مع واحد مثلا مغربي وتوصل ليه الجانب الفني بالطريقه اللي بغيتي. مصطفى كان مدرسه، كان معلمه، يعني مدرسه ثقافيه على مستوى عالي، لان المسرح اللي كان تيدير مسرح مثقف، لان تقدر انت تفرج فيه مع العائله ديالك، العكس اللي كاين دابا، لان ما تقدرش تفرج مع العائله ديالك، فكنت تقدر تفرج مع العائله ديالك وتضحك، تضحكك، وكذلك يقدر هو باسلوبه يقدر يضحكك، يقدر يبكيك، يقدر ينقلك عبر نقلات متعدده، ياخذك عبر محطات كثيره. فهذا هو الميزه اللي كانت كبيره عند مصطفى الله يرحمه مسكين. كل ما تقول مصطفى الدسوكين الا هو تقول عالم المرح، عالم فكاهة، عالم يعني عالم الثقافة، إنسان اللي بصراحة خسرته الساحة الفنية. تنتمنى أن هذه الساحة الفنية يتلموا هذ الفنانين وما يخسروش ناس أخرين، لأن راه العلاقة المهنية ما عندهاش علاقة بالسن، هما تيتعاملوا بالسن، ولكن راه العلاقة ديال السن كل ما كان السن تيتزاد كل ما الخبرة تترتفع، كل ما السن تيتزاد كذلك كل ما هذا الفنان هذا تيولي الشعبة ديالو الكثير وتيعطي الكثير للشباب. دائما هو كرافات كومبلي أنيق، تيقوم بالأعمال ديالو بيديه لدرجة أن حتى القهوة تيوريهم كيفاش تيديروا لها، لأنه بارع جدا، هو إنسان كان عالمي بصراحة. الله يرحمه مسكين. هو احنا راه بصراحه احنا كنا متاسفين وكنا يعني باكين عليه داخليا، لانه احنا فقدنا واحد من الاصدقاء الاعزاء ديالنا الاوفياء، يعني واحد احنا سي مصطفى ما كانش يعني فنان بالنسبه لنا، كان قدوه بالنسبه لنا، لان حتى في الكلام معاه ولا في الجلسه معاه كانت مريحه ومتميزه، كذلك ان اي حاجه في استشاره ولا اي شيء كانت استشارته دائما تتكون مفيده، يعني انسان كبير. تنظن انه هو كان مرتبط بالعائله ديالو بشكل كبير، ولكن كان الوفاه ديال الزوجه ديالو والبنت وولده اثروا عليه بشكل كبير، يعني بصراحه، لان هو انسان اللي كان عاطفي كثير. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.